طلاب، في هذا الفيديو راح أكمل البروسيس الآخر اللي هو الأكسون المحور مثل ما تلاحظ. بالنسبة لي الأكسون، the main function of axon is to convey information away from the cell body to another neuron or to an effector cell. بالحقيقة وظيفة الأكسون هو يحمل الانفورميشن، الانفورميشن دخلت من الدندرايت، من الدندرايت للسيل بودي. وظيفة الأكسون يحمل هذه الانفورميشن يعني يرسلها بعيدا أو يوديها إلى جزء آخر بعيد عن السيل بودي. وين راح يوديها؟ وين يوصلها؟ يوصلها إلى خلية عصبية أخرى، إلى خلية عصبية أخرى، أو يذكر لك يقول an effector cell أو خلية مستفعلة أو خلايا مستفعلة. شنو أقصد بالإفكتور سيلز؟ الإفكتور سيلز أقصد بها the cells that respond to stimulus. الخلايا المستفعلة أو الإفكتور سيل أقصد بها الخلايا اللي استجابت إلى فد stimulus معين، فد محفز معين. مثل إيش هذه الخلايا؟ مثل المازل سيل على سبيل المثال، جلاند معينة، غدة معينة، هذه أطلق عليها الإفكتور سيل. إذن الأكسون راح يوصل الانفورميشن، يوديها أو يوصلها أو يرسلها إلى خلية عصبية أخرى أو إفكتور سيلز. ذكرت لك الإفكتور سيلز the cells that respond to stimulus، أي خلية تستجيب للمحفز أو أي محفز يكون. بالنسبة للأكسون مثل ما تلاحظ طبعا فد يكون surround by myelin sheath، مثل ما تلاحظ تحيط فد myelin sheath، هذه جدا مهمة. myelin sheath وظيفتها الانسوليشن، الانسوليشن اللي هو العزل أقصد به، أو myelin sheath أقصد بها insulating layer، تكون في الطبقة عازلة. شنو يعني طبقة عازلة؟ يعني insulation nerve cell axons، يعني تعزل، وظيفتها عزل أكسونات الخلايا العصبية عن بعضها، تعزلها. وإذا عزلتها شنو اللي راح يصير؟ هذا insulation، this insulation facilitate rapid transmission of electrical امبولس. بالحقيقة هذا الانسوليشن، هذا العزل راح يسهل ويسرع مرور الإيعاز العصبي ضمن الأكسونز. تمام، هذا العزل يسهل مرور الإلكتريكال امبوليس أور نيرف امبوليس، الإيعاز العصبي يوصله بسهولة. بالنسبة للأكسون هنا، الأكسون originate from region، ينشأ من منطقة يسموها بالحقيقة الأكسون هيلوك. هاي مثل ما تلاحظها هذا في التركيب يسموه الأكسون هيلوك، فمن هذه المنطقة ينشأ الأكسون اللي هو المحور، هذه الوظيفة الأساسية إلى. بالنسبة لي بعد ضمن البروسس ذكرنا أيضا، ضمن البروسس ذكرنا وجود السينابتيك جونكشنز اللي هي الوصلات العصبية أو فد تراكيب معينة نلاحظها. مثل ما تلاحظ وياي سينابسز أو سينابتيك جونكشنز نفس الشيء. سينابسز شنو هاي السينابسز؟ عبارة عن شنو؟ سينابسز are specialized junctions، هي فد وصلات معينة between neurons، تتواجد بين الخلايا العصبية. وظيفتها الأساسية that facilitate the transmission of impulses from one neuron to another neuron. هذه السينابسز بالحقيقة هي فد وصلات أو تراكيب معينة تتواجد بين الخلايا العصبية، وظيفتها الأساسية تسهل مرور الإيعاز العصبي من خلية إلى أخرى. انتبهوا وياي على الرسم التوضيحي على مود تشوف السينابسز او السينابتيك وين متواجدة. لاحظ وياي هنا أنا عندك هاي هنا مثل ما تلاحظ هنا أنا ماخذ في جزء مصغر، اللي هو جزء مصغر منين؟ من يشمل الدندرايت، يشمل الدندرايت وبنفس الوقت السينابتيك. مثل ما تلاحظ هذه الدائرة السوداء الصغيرة، ها هذه الدائرة تشمل جزء من الدندرايت
اللي هو الـ input unit، وحدة إدخال الـ information الـ input unit، وجزء مقابلها اللي هو يمثل لي السينابتك. مثل ما تلاحظ مكبر هذه الدائرة بهذا الرسم التوضيحي وموضح لك إياها. مثل ما ذكرنا انه الدندرايتس على سطحها اكو ريسبتورز تستقبل الانفورميشن، هذه الريسبتور تستقبل الانفورميشن. منين تستقبلها؟ تستقبلها من اكو تراكيب عندي، هذه التراكيب تسهل مرور الانفورميشن ما بين الخلايا العصبية. فهذه تلاحظ وياي التركيب هنا المتواجد اللي هو هذا الصغير، هذا التركيب يسموه السينابس اللي هو الوصلة أو تشابك عصبي يسموه أو وصلة عصبية. بالحقيقة السينابس مثل ما ذكرت لك هي عبارة عن small gap. السينابس بالحقيقة أوضح لك إياها بصورة أدق، السينابس هي عبارة عن small gap at the end of neuron. وين تتواجد؟ هي عبارة عن فجوات صغيرة متواجدة بنهاية الخلايا العصبية، تتواجد بنهاية الخلايا العصبية. شنو وظيفتها الأساسية؟ وظيفتها facilitate the transmission of information، وظيفتها الأساسية تسهل مرور شنو الانفورميشن المعلومات أو الإلكتريكال سيجنالز الإشارات الكهربائية between neurons من خلية إلى أخرى. فمثل ما تلاحظ هذه السمول جاب، هذه الفجوات، هذه الفجوات الصغيرة هي أقصد بها السينابسية اللي تسهل مرور أو انتقال الانفورميشن ما بين الخلايا، هذا اللي أقصد به السينابس بشكل مبسط. حقيقة النيرونز الخلايا العصبية أو النيرف سيل بها كلاسيفيكيشن، بها في التصنيف معين. نيرونز ار كلاسيفايد اون ذا بيزيس اوف ذا نمبر اوف بروسيس. بالحقيقة الخلايا العصبية مقسمة إلى أنواع بها تقسيم، هذا التقسيم اعتمادا على من؟ اعتمادا على النمبر اوف بروسيس، على عدد البروزات اللي هي الأكسون اند دندرايتس، الأكسونز اند دندرايتس المحاور والتشجرات، عفوا المحور، المحور لأن هو كل خلية عصبية بها سينجل أكسون، محور واحد مو أكثر، محور واحد يمتد من عتب. فهنا النمبر اوف بروسيس، عدد البروزات اللي هي الأكسون اند دندرايتس اللي هي ممتدة اكستندينج فروم ذا سيل بودي. إذا على أساس البروسيس الممتدة من السيل بودي يقسمون النيرونز انتو 3 تايبس، ثلاث أنواع، اللي هي مالتي بولر نيرونز، خلايا عصبية متعددة البولر متعددة الأقطاب، هسه نعرف شنو الباي بولر نيرونز، خلية عصبية ثنائية القطب، والسيدو يوني بولر اللي هي خلية عصبية سيدو يوني بولر أحادية القطب الكاذب، أحادية القطب الكاذب أو يسموها يوني بولر أحادية القطب، نفس الشيء. بالحقيقة المالتي بولر مثل ما تلاحظه المالتي بولر هنا طبعا الرسوم التوضيحية مالتهم شوفه مثل ما تلاحظ وياي الرسم التوضيحي على مود تقرب لك الصورة، المالتي بولر الباي بولر ثنائي القطب واليوني بولر أو سيدو يوني بولر أحادية القطب أو نسميها سيدو يوني بولر أحادية القطب الكاذب نطلق عليها.